ليه انت مش موجود في الاسماعيلي السنه دي؟ والله بص، انا الاول مره انا ما بحبش اتكلم على وضع، انا كنت اتمنى ان انا اكمل في الكوره. انا اجبرت على اعتزالي. اجبرت طبعا على اعتزالي. كان عندي وعد كبير جدا من كابتن ايهاب ان انا ممكن اكمل في الكوره او اكمل كحارس مرمى في النادي. وكنت فنيا قادر وجاهز. طبعا كنت اتمنى، بس هي خلاص يعني وجهه نظر الناس. وليه الناس بتفضل تقول لك هو طب ما انت ممكن تقدر تلعب في اي فرقه ثانيه. طب وانت ليه ما تقولش اللي محمد صبحي عايز يستمر في النادي لفتره موجود طالما قادر يكمل؟ خلاص يعني اني الاواني اللي انا خلاص اعتزل، واني الاواني اللي انا يبقى ليا دور في النادي. اسالك سؤال، لو كنت موجود في قائمه الاسماعيلي الموسم دوت كان هتبقى ترتيبك كام في حراس مرمى الاسماعيلي؟ انا دايما هدفي رقم واحد، انا دايما العب رقم واحد، ودي يعني دي مأثره كتير جدا على يعني شخصيات المدربين، مش الكابتن ايهاب، نوعيه المدربين اللي كانت مسكت نادي الاسماعيلي. يعني نوعيه المدربين اللي كانت بتيجي النادي الاسماعيلي يعني لما تقعد تتكلم معاها هو هو عارف قيمتك وبيخاف منك. انا بقول الكلام ده لاول مره، بيخاف منك كنجم، بس هو ما اتعاملش معاك. محمد صبحي هو عايز يلعب، طبعا زي عصام الحضري عايز يلعب. تبقى سعيد جدا ومبسوط بعندك بشخصية لعيب مش موظف زي الحراس وزي اللعيبة الموظفة اللي في أندية. أنا راجل ما باخدش عقدي وقاعد في النادي. أنا يعني أنا محمد صبحي حارس مرمى النادي الإسماعيلي، عايز يبقى هو رقم واحد، عايز يشيل النادي، عايز يسعد جمهوره، عايز ياخد بطولة، عايز يخلي وضعية النادي الإسماعيلي بشكل كويس. هو بقى له فترة كبيرة جدا هو كابتن الفرقة. أنت ما عندكش ده، فعلى الأقل حافظ عليه. على الأقل طلع، جبت مين من تحت؟ يعني استعنت بمين؟ وعلى مدار الفترة اللي فاتت احنا ما شفناش الحاجة اللي هي تقدر تنور. يعني اللي انت تقدر تبني مثلا محتاج حارس من ناشئين، ما شفتش ده. محتاج حارس، انك تستقطب حارس مرمى، انك النهاردة كنت اتمنى انك تصر على احمد عادل الموسمين الماضيين وانك تلعبه. لا، دخلت في مشاكل مع احمد عادل وجبت عمر رضوان ومحمد فوزي وجبت كوكو. فالنهاردة ده خلل في حراسة مرمى في النادي الاسماعيلي، غير لما كان في موجود محمد صبحي في استقرار، او اي حارس مرمى في النادي الاهلي في استقرار. الشناوي يوم ما النهارده الشناوي بيتصاب، النهارده بتشوف احمد مصطفى شوبير. فالنهارده مهم جدا زي ما بنقول استقرار التشكيل، او يبقى عندك ثبات في التشكيل، هو ثبات حراسه المرمى، عندك حارس اول، عندك حارس ثاني معروف، فده بينجح اي فرقه. فالنهارده كل 3 4 ماتشات بتطالب انت عايز تغير مدرب، عايز تغير حارس مرمى، فده بيأثر فنيا على اي فريق. مفهوم.